أول شيء أنا ودي أشكر كل من اتصل علي وكل من بارك لي وكل من حط الخبر ونزل الخبر عنده بالسوشيال ميديا على موضوع الغاء الحكم من الحبس اللي كان علي. طبعا هو كان سجن غيابي مدة 6 شهور لأن هي سافة كانت غرامة كنا تحولت إلى سجن لأني ما كنت أدري أنه كانت علي قضية أصلا بالكويت. على العموم خلنا من هذا كله أنا ودي أشكر شكر خاص للمحامي مشاري الصهود والمحامي بدر المشعان. Thank you so much على جهودكم. Thank you so much مجموعة الصهود للمحامات. و thank you so much مثل ما قلت لكم كل من بارك لي من أحبابي وربعي وناسي. و thank you so much هم بعد كل طبعا الخروف الشايب زعلان هو عارف نفسه لأنه هو انسجن مدة 2 شهر بسالفة القذف للدولة المغربية وأنا وصلنا لقلاب الفلاج طبعا الأميرة لما شافت هذا حزبالة قصر مال فروزن طبعا الحين انا جيت هني جيت وين شارع المطاعم عرفتوا راح اروح اختار لكم الاماكن اللي احنا مجربينها قبل. طبعا الاكل اهم شيء في المناطق مثل هالمعارض هذه اهم شيء صحة وسلامة الأكل النظافة وش اسمه. فأنا الحين راح أختار لكم بالضبط كم مكان مثل ما قلت لكم الأماكن الزينة والنظيفة واللي هم بعد أطفالكم. أنا طبعا جيت شو اسمه جبت وياي بنتي عشان هم بعد ندوقها من الأكل لأني عارفة بالضبط مدى نظافة الأماكن هذه. طبعا انا الحين اول مكان وصلت له الديناميت شريم هذا مختص بس حق التشيكن والشريم. طبعا هذا الروبيان وهذا التشيكن يامي. طبعا انا حختار روبيان في شيء ما تجامل كلش. شنو هذا بدك شنو نمبر وانا جبت يلا. وهذا المحل الثاني فقع ومشروم. طبعا عندهم اجود الفقع والمشروم حق البطاطس بس هم بعد عندهم بطاطس بالكيتشوب بس هذا شيء خيال. شوفوا هذا مشروع جديد يعني فكره جديده اول مره تطبق هني بالامارات وبالقريه العالميه. شوفوا عبارة عن شو؟ عبارة عن الله شنو هذا بالضبط؟ شنو هاي بطاط؟ صح؟ شو تحطون فوقه؟ We put cheetos with chicken or beef. Chicken or beef؟ أوكي. Inside it, beef inside it. That's so cool. يعني يجيبون الشيبس ويحطون من فوقه يا chicken يا beef. Yes. And cheese and. والله فكرة وايد حلوة. فكرة حلوة. صدق يعني حتى الأطفالكم عشان لا يأكلون الشيب شي يأكلونه وهو مفيد يعني عرفتوا مفيد الصح. شوفوا ما شاء الله الزحمة اللي على هذا المكان هذا المحل هذا هو اسمه 100. شوفوا طبعا أنا المحل اللي يكون وايد أوكي اللي أشوف عليه الزحمة صراحة وايد عرفتوا. شوفوا ما شاء الله كم طوادم على هاي لوبستر. هذا اللوبستر اللي مسوي ضجة في القرية العالمية صح؟ يلا خلنا نبلش ونشوف ونقول في فيدباك مال. شوفوا طبعا الصوص هذا وين الأميرة راحت؟ دشت في الناس الأميرة.
الطابور اللي على المكان بعد. طبعا هذا ما كان تشيز، هذا شو؟ تشيتوس. شلون هاي شينن يا اخي، عليكم افكار. اوكي، هاي مكرونه بس بال شو اسمه، تشيتوس صح. وهذا شو؟ هاي مكرونه بس الباستا. هاي الباستا العاديه بالتشيكن، بس هاي حلوه، شكلها حلو، شكلها نار والله. صدق بنات، اول ما تشيون على ماك تشيز اطلبوا من هذا شيء خيال، ريلي شيء خيال والله، وايد يجنن. هذه القرية ديالتنا، القرية المغربية. الله كيفاش؟ كاينة ديالتي تطوّر، تبارك الله والسلام. طبعا هذه الصناعة التقليدية عندنا في المغرب، الحايك ياك. شنو اسميتها؟ تنسج. بالحق تخدم الحايك بهذا ولا انا غلطانة؟ الحربل. اوكي طيب، لا هذه يسمونها الحنبل الزربية، شفتوا هذه؟ هذه لك كلها تستخدم يشتغلون عليها بهالطريقة، يعني طبعا ياخذون اشهر وسنوات صراحة عشان الموضوع. هذا ما العشق مملوع، هذا ضروري خسروا يكونوا عندنا. هذه الخزامة، الخزامة تدر بسبب الحوايج، بالذات بالعناية للمناطق الحساسة للمرأة، هذه أفضل شيء، الخزامة والورد والشيح. ربي يخليك السيدي، شوك. شفتوا هذا هو زيت أرغان، تخلط الزيت أرغان ويا اللوز، طبعا هذا اللوز المطحون كاهو اللوز، وانا شفته بايدي قاعدة تحط منه. طبعا هذا ينوكل كل الصبح مع الخبز، عرفتوا؟ لان حرام يعني في وايد ناس قاعدتي مو فاهمة شو السالفة. طبعا انا حقول لكم شنو هذا ينوكل صبح مع الخبز وشاي مغربي، يسمونه أملو. طبعا هناك هذاك زيت أرغان مال البشرة، بس اللي ينحط هنا مال الأكل، عرفتوا؟ طبعا هو مثل شبيه بينات باتر تقريبا، اسمه بينات باتر. هذا شنو؟ هذا العسل صح؟ أيوة. اجي العريس، اجي ماما اشنو Sit down here. Only them. Oh, shit! العروسة بغت العمر يا أخي، ويتك. أنا وضي. العريس هنا. يلا انزلي له.